هم خفيف لون فإق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أبى إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sayın Reis Meclisi İklim Dandor, Sayın Gerçi Sadar Bırlameli'ye Muhtarami, Sayın Reis Meclisi Emni, Sadar Asa Nusayif Emniya, Sadar Cihaz Sultan, Sadar Asa Cemaat Farabiya, Sadar Asa Ruvarat Mihaniya, Sayın Reis Sadar Adam Cihaz Şark, Sayın Reis Sadar Asa Nusayif İklimiya, Sayın Reis Sadar Asa Aksam Lamanam, Sadar Muhtidil Eyet Siyasi Yorna Kabiya, سادة منتج وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني أيها الحضور الكريم، أود بداية أن أتقدم لكم الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل الذي يخصص لتنصير السادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الإقليم في إطار الحركية التي تشهدها بصفة دورية أسلاك إدارة ترابية على الصعيد الوطني والتي تأتي مفيدا للتعليمات الملكية الثانية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والداعية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة والتشير الأمثل للموارد البشرية في صفوف رجال السلطة
والرامية إلى سكريس مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، حيث تم الإعداد لهذه الحركة على أساس نظام المواكبة والتقييم الشامل بدرجة 68 والمبني على مقاربة تثمين رأس المال البشري والموضوعية في تقييم المردودية والتي تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. الآلية على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان مركزية عيد إليها لإجراء إقرارات لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفاهية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤوليين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات جمعويين واقتصاديين وكذا منتخبين. حضرات السيدات والسادة، إن الحركة التي نحن بصددها تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 25 لعيد العرش المجيد، وهو الخطاب الذي أكد فيه جلالته يمتلئ القول والمنطوق السامي إن المساهمة في تنمية الوطن وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضايا العادلة هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين، ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية والفعاليات الوطنية بفضل الملك السامي. وعليه فإن السادة رجال السلطة سواء الملتحقين بالإقليم أو المعينين به سابقا مدعوون للتحلي دوما بخصال الانفتاح والحوار، وعلى الخصوص التواجد الميداني والتعاون مع جميع الشركاء المحليين المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ومصالح عمومية، وذلك عبر اعتماد مواكبة الأوراق والمشاريع التي يعرفها الإقليم العديد من القطاعات حتى يتسنى لهم انطلاقا من التكوين الذي تلقوه والتجربة التي راكموها طيلة أدائهم لمهامهم، إعطاء مفهوم جديد للسلطة المدولة والحقيقي والمساهمة في التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا في ظل سيدنا المنصور بالله، ومنها على سبيل المثال بالحصر الورش الملكي المهيكل الخاص بميناء الناظور غرب المتوسط، تهيئة بحيرة مرشيكة وبما في ذلك من وقع على جميع المشاريع، الحظيرة الصناعية، برامج إعادة التأهيل الحضاري، تشييد الأقطاب العمرانية، وكذا التجهيزات الأساسية المتمثلة في الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب وتصغير السائل والصلب، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية. وبصفة عامة مختلف المشاريع النووية لتلبية حاجية رعاية سيدنا المنصور بالله، كما أن هذه الحركة تأتي في ظرفية استثنائية تتبعها الجهود المبذولة بيدنا على كل المستويات لتجاوز أثر جائحة كورونا على مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية بموازنة العمل على حد من تداعيات موجة الجفاف والإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، كما لعيد العرش. أيها الحضور الكريم، لا بد من التذكير أنه على رجل السلطة أن يظل قريبا من الساكنة مع العمل على حسن استقبالهم والاستماع لتظلماتهم ودراسة مشاكلهم بالدقة البالغة والسرعة اللازمة بغية إيجاد الحلول المناسبة، وفي جميع الأحوال إعطاء أجوبة شافية وكافية لملتماساتهم ودعمهم في مساعيهم الرامية إلى المحافظة على حقوقهم ورفع التظلم عنهم كلما تأكدت مشروعية مطالبهم بطبيعة الحال. فرجل السلطة مدعو قبل كل شيء، وذلك بالتفاني في القيام بما يمليه الواجب، كما أن ممارسة سياسة القرب يجب أن تظل أحد الركائز الأساسية لمجال تدخلاته وأن تشكل الأولوية في ممارساته لمهام المنوطة به. حضرات السيدات والسادة، أتمنى للسادة رجال السلطة الجدد التوفيق في مهامهم حتى إياهم على العمل دوما جنبا إلى جنب مع الجميع في انسجام وتناغم وتعاون متواصل مع تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكل ما من شأنه أن يساهم في تدعيم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمندمجة وفق ما يريده لها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
مع التحلي دوما بدور المبادرة والاجتهاد للوصول إلى الأهداف المنشودة، وأنا على يقين أنهم سيجدون في كل الأطراف جميع وجوه الدعم والمساندة لمساعدتهم على الاطلاع بمهامهم على أحسن الأوجه. الصيف العام، وأتمنى للجميع التوفيق في النجاح والمهام الجديدة المأكولة إليهم. رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية لعائلات إقليم نابور السيد محمد سنتير باشا مدينة نابور، السيد عبد الرحمن مفتاح باشا مدينة سلوان، السيد محمد أمين رشيدي رئيس المنطقة الحضرية الثانية باشوية نابور، الطيب سكيوي قائد قيادة وعلي، زكريا المعطي قائد قيادة ولاد ستوت، بوشتى سباعي قائد قيادة ولاد داود سخاني، ياسين مخوخ قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالات إقليم نابور، حمزة حساني قائد الملحقة الإدارية الرابعة باشوية نابور، محسن بن شكرون قائد الملحقة الإدارية الخامسة باشوية نابور، حسن مخوخ قائد الملحقة الإدارية الثامنة باشوية نابور، زكريا بخاف قائد الملحقة الإدارية الثانية باشوية سلوان، حفظ الله مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نظره الله وأيده بما حفظ به الذكر الحكيم وألقاه دخلا وملاذا لهذا الوطن، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد الأمير مولاي الرشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.